نقولها بالله التوفيق. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية الاختصار في كلامه على صلاة الخوف، وقلنا إن صلاة الخوف من إضافة يعني المسبب إلى سببه، لأن الصلاة دي مسببة والخوف ده إيه؟ سببه. وإما أن تكون الإضافة على معنى في صلاة في الخوف، وإما أن يكون الخوف مصدر بمعنى الخائف، صلاة للخائف، فتكون الإضافة على معنى إيه؟ على معنى اللام، صلاة خاصة بالخائف. وقلنا وصلا بما سبق بأن صلاة الخوف لها 16 هيئة وصورة وردت، إلا أن الشافعي اختار منها 4 صور أو 4 صور، صور تبقى صورة، 4 صور. هذه 4 صور وجد أنها لا تخرج كثيرا عن نمط الصلوات، وأنها موافقة للقرآن، وأنها قليلة الأفعال، فاختارها وجعلها أصلا من أصوله، وخدمها الأصحاب بالشرح والتدقيق والتعليق والتفريع. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن صورة من الصور، ووقفنا عند الصورة الثانية، وقال فيها: والثاني أن يكون في جهة القبلة، أن يكون من اللي يكون، يعني يكون العدو في جهة القبلة، في جهة القبلة يعني لو احنا هنا هو قدامنا يبقى هو في قبلة الصلاة ونحن أمامه، وليس بيننا وبينه ما يستره عنا أو يسترنا عنه، ما بيننا وبينه فراغ، في مكان بيننا وبينه فراغ. وهذه الصلاة يفرق، أو هذه الصلاة يشترط فيها أن يكون العدو أقل من المسلمين، وأن يكون المسلمون أكثر من العدو. فلو كان الكفار 10,000 يبقى المسلمين 15,000 على سبيل المثال. يبقى إذا كان العدو في جهة القبلة وليس بيننا وبينه ساتر نراه ويرانا، وكان في المسلمين كثرة، إيش اللي هيحصل؟ أن الإمام يفرقهم فيصفهم الإمام صفين، هيعملهم صفين، صف ألف وصف ب، ويحرم بهم جميعا. يعني إيه؟ هيجعلهم صفين، صف فيه مثلا يعني 7,000 والصف الثاني فيه 7,000، أو بلاش 7,000 لأنها كبيرة أوي، يعني هيقول مثلا العدو حوالي 200 والمسلمون فيهم 300، فالإمام هيعمل صفين، يجعل من وراءه على صفين، ويحرم صفين، ممكن وممكن تنفع 3 وتنفع 4، إلا إنه ده تقييد بالصفين لكونه أقل ما يمكن، لكن ممكن يعملهم 3، ممكن يعملهم 4 وهكذا وزيادة. ويحرم بهم جميعا، يعني يقول الله أكبر ووراءه الصفوف، ويركع بهم، يقرأ فتحة مع سورة ثم يركع بهم، ثم بعد ذلك
يعتدل. طب وهم في الركوع بيعملوا ايه؟ ما هم بيصلوا في القيام وبيقرأوا الفاتحة بيراقبوا العدو، وهم ركوع وهم راكعين ايضا يراقبون العدو. ولذلك علماءنا جعلوا لصلاة الخوف بابا مستقلا، لانه يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيره، بدليل ان هو في الركوع بيراقب، لكن لو في الصلاة العادية قال له عليك بالخشوع بقى والتركيز، ولكن في صلاة الخوف لا، وهو قائم وهو راكع وهو معتدل في هذه الصورة وفي هذه الصلاة وفي هذه الهيئة يراقب العدو. طب السجود يعمل ايه بقى؟ ما هو هيبقى وشه في الارض. قال له ما هو خلي بالك، ما هو عنده صفين، عنده اربع صفوف يقسمهم 50% و50%. بعد ما يقف لاعتدال في صف هو هيسجد وفي صف يسجد معاه، والصف الثاني يتخلف. ليه؟ عشان يراقب. ما هو لو كان صلى معاه ونقول احنا بنصلي لرب العالمين وكلنا نسجد وربنا يحفظنا، يا سلام، ما صح ربنا يحفظنا، بس ربنا قال لك عليكم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، صح ولا لا؟ ما قالكش كلنا نصلي والعدو يقتلنا كلنا، بل قال خذوا حذركم، يعني احذروا من العدو. يبقى الجهة الصف الاول مع الامام هيسجد، والصف الثاني هيتخلف. انظر، لو في الصلاة العادية لا يجوز له التخلف الا لعذر، ولو تخلف هيتخلف بطريقة معينة، المطولات يعني افادتها. طيب وبعد ما يسجد يقوم، ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية، ثم بعد ذلك يقوم، الهيئة اهي. فإذا قام الإمام ووراءه الصف الأول على سبيل المثال، سجد الصف الثاني. جميل جميل، هيسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية. ويستحب للإمام في هذه الصورة أن يطيل القراءة حتى ينتهي الصف الثاني من السجدة الأولى والسجدة الثانية، ثم يلحق بالإمام. يبقى كده عملنا إيه؟ عملنا ركعة. نيجي بقى في الركعة الثانية، اللي سجد مع الإمام كان أنه صف، صف الأول، هنخلي الصف الثاني هو الذي يتابع الإمام، وفي صورتين هنا هنقول عليهم. يبقى الصف الثاني يسجد معه الإمام في الركعة الثانية. جميل. إذا قام الصف الثاني، خلص الصف الثاني خلاص، طب الصلاة نوعها ايه؟ ثنائية ولا ثلاثية ولا رباعية؟ لو كانت رباعية هيبقى الركعتين الركعتان الأولتان يكون مثلها الثالثة والرابعة، هيقسمهم برضك فرقتين، الفرقة الأولى هتصلي معاه بتمامها والثانية تحرس. فإذا قام سجدت الفرقة الثانية وهكذا. في هنا صورتين، الصورة الأولانية كل يبقى مكانه، يعني الصف الثاني يبقى مكانه عندما يقوم للركعة الثانية مش هيتغير. وفي صورة أخرى إنه الصف الثاني ينتقل إلى مكان الصف الأول
ويتأخر الصف الأول مكان الصف الثاني في الركعة الثانية، صورتها ايه؟ يبقى عندي صورتين. الصورة الأولانية خلينا نقول ان هو هيصلي ركعتين، الفرقة الأولى اللي وراه هتصلي معاه القيام، ثم كله يصلي معاه القيام، ثم الكل يصلي معه في الركوع، ثم بعد ذلك إذا قام وارتفع واعتدل هكذا. سجد هو ومعه الصف الأول، وكل على مكانه لا يغير أحد مكانه. ثم إذا قام إلى الركعة الثانية وقف ووقف معه من سجد معه من الصف الأول، هنكرر عشان الناس تفهمها. سجد الصف الثاني قاطبة، حلو كده، يسجدوا سجدة أولى سجدة ثانية، ويسن للإمام أن يطيل القراءة، قراءة الفاتحة، ويطيل قراءة السورة حتى يدركه الصف الثاني. الصف الثاني سجد السجدة الأولى وسجد الثانية، ثم بعد ذلك قام الصف الثاني هكذا ماشي، الكل بقى سواء بيصلوا خلف الإمام. ثم بعد ذلك الصفين يقرأوا الفاتحة، ثم بعد ذلك يركعوا معا، ثم بعد ذلك يعتدلوا معا، ثم بعد ذلك يسجد الإمام ومعه الصف الثاني والجميع في مكانه لا يتحرك. فإذا سجد الصف الثاني مع الإمام الأولى والثانية وكانت ثنائية يجلسوا للتشهد معا، فهمناها كده ولا لسه ناقصة؟ ما هو احنا عندنا خلاص، ما كده هيقف يعني. احنا عندنا الصف الأول صلى مع الإمام الركعة الأولى، والصف الثاني صلى مع الإمام الركعة الثانية. طيب ما هو في الركعة الثانية الصف الأولاني واقف، بعد ما الإمام مع الصف الثاني سجدوا وجلسوا للتشهد ينزل يقعد يقول الإمام التشهد، ثم ينزل الصف الثاني إلى السجود الأول والسجود الثاني، ثم بعد ذلك يجلس مع الإمام، يبقى الكل كده خلص صلاته ثنائية. لأن هذه الصلاة صلاة عسفان تجري في الثنائية والثلاثية والرباعية، وتجري أيضا في صلاة الجمعة. نقولها تاني، في بقى صورة تانية إن هم يبدلوا أماكنهم. يعني إيه يبدلوا أماكنهم؟ يعني إحنا عندنا صفين، في الركعة الأولى الصف الأول مع الإمام، في الركعة الثانية الصف الثاني هو اللي هيبقى مع الإمام، يعمل إيه؟ قال إذا قاموا للركعة الثانية يبدلون أماكنهم بغير أفعال مبطلة للصلاة. يعني الصف الثاني يأخذ مكان الصف الأول، والصف الأول الذي كان في الركعة الأولى يأخذ مكان الصف الثاني، يبدلوا الأماكن علشان يبقى اللي ورا الإمام هو اللي بيسجد معه ويركع معه، ويبقى الصف الثاني هكذا واقف للحراسة، دوره هو بيصلي إيه؟ الحراسة. يبقى دول الصورتين. هنعملها دلوقتي، احنا كلما قرأنا هذا الباب مثلناه، هنمثله ان شاء الله. طب ما هو الافضل؟ الافضل ان يبقى الجميع مكانه ام ان يتحركوا؟ الا الافضل التحرك.
حتى يبقى في صف كده واضح انه هو المتابع. طب قلنا بقى سؤال، هاب ان الامام في الركعة الثانية لم يطل، قرأ الفاتحة، قرأ سورة صغيرة، ثم بعد ذلك ركع، وما زال الصف الثاني ساجد، وسجد الصف الثاني ثم بعد ذلك ارتفع فوجد الإمام راكع، يعمل بقى الصف الثاني؟ الصف الثاني في الحالة دي سيكون حكمه حكم المسبوق، يعني يقف ويركع مع الإمام ولا يقرأ الفاتحة لأن الإمام تحمل عنه الفاتحة. هذا سؤال وكان مهم إن احنا نشير إليه، إن لو الإمام في الركعة الثانية على سبيل المثال لم يقم بإطالة القراءة وركع وأدركه الصف الثاني وهو راكع، الصف الثاني ما يقرأش الفاتحة، يقوم يعتدل ثم بعد ذلك يأتي راكعا ولا يقرأ الفاتحة لأن الإمام تحملها عنه، وهذه صورة من صور السبق. طيب خلصنا كده من الصورة، من هذه الصورة. قال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل بس قراءة المتن كده. قال ويحرم بهم جميعا، فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين، وما يتعينش صف، لكن لو سجد معه الصف الأول فلا بأس، ووقف الآخر يحرس. يبقى الصف الآخر مهمته الحراسة، عينيه على العدو، وإلا لو ما كانش عينيه على العدو سيموت الجميع. ما انا عارف ممكن يبقى وهابي ويقول لك اما نخشع بقى في صلاتنا واخد بالك ونضيع النفوس اللي معانا دي. فإذا رفع الإمام رأسه أي من الركوع سجدوا ولحقوه، ويتشهد الإمام بالصفين ويسلم بهم. كل ده شرحناه. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان. وهذه الصلاة كما قلنا تجري في الثنائية والثلاثية والرباعية، وكذلك تجري في صلاة الجمعة. لو افترضنا ان صلاة الجمعة وجبت عليهم في هذا المكان بأن كان مكان أبنية، لأن صلاة الجمعة لابد أن تكون في خطة البناء، يعني في مكان في أبنية. افرض أن الحرب وكان القتال أو العدو في البناء، خلاص يبقى تجري هذه الصلاة كذلك في صلاة الجمعة. يبقى دي اسمها صلاة إيه؟ عسفان. والثالث، خلاص احنا خلصنا من الثاني. والثالث، وكان الأنسب كما يقول الشراح أن يقول وثالثها لأنه قال وأولها، فالأنسب له في اللغة أن يقول على وزنها ثانيها وثالثها، أحدها ثانيها ثالثها وهكذا. وهذا النوع قال فيه أن يكون في شدة الخوف، وشدة الخوف من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني في الخوف الشديد، في الخوف الموصوف بالشدة. وضابط الخوف كما يقول علماؤنا ألا يأمنون هجوم العدو، ألا يأمنوا هجوم العدو. حتى لو صلينا بالطريقة يعني بهيئة وكيفية صلاة
عصفان لا نأمن أن يكون العدو في هذه الحالة يعني ماكر ويهجم علينا. قال في الحالة اللي زي دي إذا اشتد القتال واشتد الخوف وتقارب العدو وخفنا من هجمته في أي وقت من الأوقات يصلي على أي هيئة كانت أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب. وعلماؤنا قالوا قول الإمام أبو شجاع والتحام الحرب ليس بقيد، لأن في صور يجوز أن يصلي فيها الإنسان هذه الصلاة اللي هي اسمها إيه بنقول عليها أن يصلي على أي هيئة كانت وعلى أي حالة كانت ولو لم يكن هناك حرب. وذكروا لذلك صور، منها ما لو خطف نعله وهو بيصلي، ركع ارتفع وجد واحد أخذ النعل بتاعه وطلع يجري، فقال ويجري وراه وهو بيصلي، ودي تبقى صلاة إيه؟ صلاة شدة الخوف، ولا يشترط فيها يعني الحرب والقتال. يبقى وهو بيجري كده واخذ النعل، أخذ نعله وهو يجري والآخر يصلي، صاحب النعل ها يصلي ويجري وراءه على أي كيفية شاء. فإذا وصل إليه وأخذ نعله صلى صلاة الأمن وأكمل صلاته على الهيئة المعتادة. أو إنه وهو بيصلي وجد واحد فتح العربية بتاعته ويعني أراد قيادتها وساءها وهو بيصلي، يعمل إيه؟ قال والله اجري وراه وانت بتصلي، فإذا تمكنت منه وأخذت سيارتك فصلي صلاة الأمن. أو كان فيه حريق في المسجد لا قدر الله، ففي الحالة دي هو بيصلي، قالوا له اطلع اجري وانت بتصلي، فإذا هربت من الحريق وأمنت فصلي صلاة الأمن. أو وهو بيصلي سبحان الله لقى كلب عقور أراد أن يأكله، فقالوا أيضا اجري منه وانت زي ما انت بتصلي، اجري منه وأنت على صلاتك. أو كان مغتصب قطعة أرض، كل دي صور يعني متاحة. أو كان مغتصب قطعة أرض وتاب وهو مغتصب لها وحالك حال كونه يصلي، يعمل إيه؟ قالوا يطلع يجري من الأرض، فإذا خرج من الأرض المغصوبة وهو يصلي على هذه الهيئة أكمل صلاته صلاة الأمن ولا يقضي في هذه الحالة. يبقى دي اسمها صلاة إيه؟ شدة الخوف، ولا يشترط فيها القتال بل تجري في كل خوف. والتحام الحرب ده عبارة كنائية كني بها عن شدة الاختلاط بين القوم، دي بيسموها كناية، يقول لك التحم الحرب يعني اشتد اختلاط الناس بعضهم ببعض حتى كادت الأجساد أن تلمس الأجساد. قال وهو كناية عن شدة الاختلاط بين القوم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض، يعني هجوم وحصل ان الأجساد كأنها متلامسة هكذا. فصلي بقى بهذه الطريقة ازاي؟ قالوا خلاص، فيصلي كل من القوم كيف أمكنه على أي حالة أمكنه الصلاة فيها، فإن عجز عن الركوع مش عارف يركع لأن ده بيضرب في العدو بالمدفعية بالأسلحة الثقيلة على سبيل المثال، أنا بجري ورا اللي خاطف النعل
اعمل ايه؟ ولو ركعت كده مش هلحق النعل، والنعل غالي، شاري لي من دولت بعد غلاء الاسعار ب 500 جنيه، يعني ب 125 رنجت. النعل غالي ومرتفع الثمن، وفي نعل الان وصل الى 3000 و4000 جنيه، يعني يعمل مثلا 750 رنجت. في الحالة اللي زي دي قال لك بقى مش هقدر ان انا اركع، ما هو بيجري والتاني وراه بيجري، خلاص اومئ بالركوع. طيب ركعت، سمع الله لمن حمده وانا بجري برضه، ارفع راسي، ثم بعد ذلك ان لم استطع السجود اومئ بالسجود، واجعل ما بين الركوع والسجود يعني ميزة. ماذا اصنع؟ اجعل سجودي اخفض براسي من ركوعي حتى اميز بين الركنين. طيب قال كيف امكنه، على اي حالة امكنه الصلاة وهو بيجري وهو بيطير وهو بيسبح؟ افرض ان هو بيسبح، كان بيصلي على الشط والاخر خد اللابتوب بتاعه وعم بيه يجري وراه ايضا ويعوم وراه، وهو بيعوم كده يكمل صلاته. ما هو قال له على اي حالة امكنه. طب افرض ان هو كان في الفضاء مثلا يعني وما فيش جاذبية، وهم بيطيروا واحد خد حذاء واحد والتاني يجري يطير وراه، هو ما فيش جاذبية كلهم بيطير. راجلا، يا راجلا يعني على قدميه، سواء كان ذلك في حق الذكر أو حق الأنثى. أما الرجل اللي هو ضد المرأة، الراجل يعني ماشي وهو في مقابلة الراكب، أو راكبا ويصلي كذلك راكبا، حتى ولو هو راكب الدبابة على سبيل المثال أو راكب السيارة ويلاحق العدو، ويلاحق يعني هؤلاء المعتدين. قالوا أيضا يصلي على حالته، ثم بعد ذلك إذا أمن أكمل صلاته. طب ما أمنش وانتهت صلاته في حال الخوف، له ذلك ولا يعيد الصلاة. مستقبل القبلة وغير مستقبل لها، يعني استقبال القبلة وعدم استقبال القبلة هاتان حالتان. فإن أمكنه أن يستقبل القبلة وهو يصلي صلاة شدة الخوف عليه أن يفعل هذا. طب لم يتمكن من استقبال القبلة لأن العدو كان في خلف القبلة وراء القبلة يصلي على حاله ولا شيء عليه، وسيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن والده قال في تفسير قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني راجلين على أقدامكم، ركبانا يعني وأنتم راكبين، قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وسيدنا الإمام الشافعي وهو يفسر النصوص قال إن ابن عمر روى هذا الحديث مرفوعا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هذا من كلام ابن عمر بمحض اجتهاده، وإنما هو مما رواه ابن عمر مرفوعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالاستدلال بكلام ابن عمر استدلال بالمرفوع وليس عملا بقول الصحابي، لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه في مذهبه الجديد يقول بأن قول الصحابي في المسائل الاجتهادية ليس بحجة. طيب وقال علماؤنا أيضا افرض ان هو وهو بيجيب الشيب بيجيب النعل ممن سرقه اقتضى ان
يعني يدافعه، يشد منه النعل ويبعده علشان ما ياخدش النعل. ما كل هذه حركات ولا يعني تغتفر في صلاة الأمن. قال ولكن في هذه الصلاة يعذرون في الأفعال الكثيرة. طب افرض ان هو ماسك السيف وهو يعني في صلاة شدة الخوف ويصلي صلاة شدة الخوف ويقاتل العدو، يعمل ايه؟ يضرب بالسيف ويعفى عن كثرة الأفعال للضرورة، هو محتاج إليها حاجة شديدة ولا يستطيع تركها، لأنه لو ما ضربش بسيفه سيضرب ويموت. طب افرض ان السيف تنجس وكان مستغنيا عن السيف، معاه سيف آخر، حاطط سيف هنا ومعاه سيف بيضرب بيه. قالوا إذا تنجس السيف ولم يحتج إليه أبعد السيف وأخذ السيف الآخر وقاتل به. هب أنه ليس لديه غير ذلك السيف وكان متنجسا، قالوا يعفى عنه للحاجة الشديدة إليه ويكمل صلاته به ولا قضاء عليه. لا، بيقول فيجب حملهم، لا ويجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. الإمام الباجوري بيقول في خلاف ولكن يجب عليه القضاء، وبعض بعض الشافعية يقولون لا يجب عليه القضاء. لو تنكس السيف واحتاج إليه حاجة ضرورية وهو في صلاة شدة الخوف فإنه يستعمله ولا يقذفه، فإذا انتهى من الصلاة أعاد. قالوا لأن هذا عذر نادر. طيب خلصنا كده. قالوا إني صلاة شدة الخوف هذا النوع وهو التحام الحرب كما يقولون عنه ويعبرون عنه بهذا التعبير وإن كان تعبير ضيق، يجري في كل قتال وضرب مباحين، أما القتال المحرم لا يصح لمن يقاتل قتالا محرما كقتال الخوارج لأهل العدل، لا يصح منهم هذه الهيئة لأنهم معتدون، وهذه الهيئة هي رخصة لمن ابتلي بها، والرخص لا تناط بالمعاصي، كقتال عادل لباغ. العادل يقاتل باغ، يعني من الآخر كقتال الجيش للخوارج. يجوز في حقهم أن يصلوا هذه الهيئة. طب والخوارج يجوز أن يصلوا بهذه الهيئة وهم معتدون ويقاتلون المسلمين؟ لا يجوز لهم ذلك. وصاحب مال، طب والشخص اللي سرق حذائي أنا والشيخ خايف، يجوز لي هو بيجري كده ان هو يصلي صلاة شدة الخوف؟ قالوا لا. طب يجوز اني انا، لان انا ببحث عن حذائي والبحث عن حذائي ده يعني امر مباح، هل يجوز لي ان اصلي تلك الصلاة؟ نعم، لان فعلي مباح. طب لو فعلي حرام لا يجوز لك ان تصلي هذه الصلاة لانها رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. طيب نقرأ اللي بعده. قال رضي الله عنه فصل، يتكلم في هذا الفصل عن حكم اللباس وحكم لبس الخاتم وحكم لبس الذهب ولبس الفضة ولبس الحرير وغيره. وذكر في صلاة شدة الخوف لأنه يجوز لبسه لفجاءة الحرب، يعني هب إن هو أعلم بأن العدو قد وطئ ديار المسلمين ولم يجد إلا ثوب حرير، جاز له أن يلبسه ليذهب ويدافع عن أرض المسلمين. وقد يكون في هذه الحالة واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ويحرم على الرجال لبس الحرير. طيب ده المسألة طويلة،
لأن فيها استثناءات وهكذا. والتختم بالذهب والفضة يحرم لبسه. لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم لبسه الحرير على الرجال، يبقى ده أول جزئية. طيب يبقى نستفيد من هذا أن لبس الحرير للرجال حرام إلا لحاجة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع هذا بقوله أنه نهى عن لبس الديباج وأن نجلس عليه، ده بيكلم الرجال. والديباج هو ما غلظ من الحرير، والسندس هو ما رق من الحرير. يعني الحرير اللي يعتبر سميك هكذا بيسمى دباج، والحرير الخفيف اللي هو قماشته خفيفة بيتسمى سندس. لكن ده حرير وده حرير، الفرق بينهما أن هذا غليظ اللي هو الدباج وأن السندس رقيق. وعلماؤنا قالوا بأنه يحرم لأن على الرجال، لأن الحرير فيه خنوثة. يعني إيه خنوثة؟ يعني نعومة وليونة لا تليق بقوة الرجال. إيه الكلام ده؟ الكلام دوت هيفسر لك شيء مهم جدا، بأن هناك علاقة بين الإنسان والكون، فالإنسان يتفاعل مع الكون والكون يتفاعل مع الإنسان، كما أن الإنسان يتفاعل مع طعامه وشرابه، أيضا يتفاعل الإنسان مع ما يلبسه. ولو أكل الإنسان على سبيل المثال لحم الإبل فإنه يكتسب من قوتها الغضبية. ولذلك نبه الشرع الرجل والمرأة في هذه الحالة أنه من أكل لحم جزور فليتوضأ، لأنه يكتسب من القوة الغضبية بأكله فيأتي الوضوء فيهدئ من هذه القوة، لأن الإنسان يتفاعل مع المأكول وكذلك يتفاعل مع الملبوس. فإذا لبس ثوب حرير يعني من سمته أنه ناعم، ومن سمته أنه لين، ومن سمته أنه يعني لا يليق بقوة الرجل، فإنه يميل إلى الخنوث وإلى الليونة وإلى الميوعة، وكأنه يميل إلى طبع النساء. والرجل لا ينبغي عليه أن يكون كذلك، الرجل رجل لا يليق به أن يكون مخنثا، والمرأة مرأة لا يليق بها أن تكون رجلا. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لأن لكل وظيفة ولأن لكل واجب ولأن لكل هيئة تختلف عن هيئة الآخر. الله خلق هذا بمقوماته وكلف هذا على مقتضى واجبات وعلى مقتضى هيئة معينة وكذلك الطرف الآخر. يبقى الشرع مش عايز الرجل يعني يلبس شيء يتحول بالنهاية إن هو الطبع يسرقه ويبقى ناعم ويبقى مخنث. الرجل رجل لأننا نحتاج إليه في ساعات الأزمات. وهل لبس الحرير كبيرة أم صغيرة؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه صغيرة، وذهب بعضهم وذلك هو المعتمد بأنه كبيرة من الكبائر، نظرا لأن الأدلة التي وردت فيه ينطبق عليها حد وتعريف الكبيرة. على الرجال يحرم على الرجال، هل يدخل في الرجال الخناثي الخنثة الخناثي ولا ما يدخلش
فيه أيضا خلاف عندنا في المذهب، والمعتمد إدخال الخنازي في حد الرجال حتى يحرم على الخنثى أن يلبس ثوب حرير، لأنه يحتاط في حق الخنثى فيعامل بأشد الأمرين. فلو كان الأخف النساء والأشد الرجال هيعامل على أنه رجل، وبذلك يحرم عليه لأن هذا أحوط. لبسه، هل المراد اللبس فقط ولا جميع أنواع الاستعمال؟ قالوا نبه باللبس على جميع أنواع الاستعمال. فلو كان هيلبسه جلبية مثل هذه، أو طاقية مثل هذه، أو كوفية مثل هذه، أو يجعله يعني يجلس عليه مثل الشلتة دي، أو إنه هو يعمله بنطلون، أو يعمله أي نوع من أنواع الاستعمال للحريري، فهو محرم على الرجال حتى يحرم عليه أن يجلس عليه. أهي شلتة وهجلس عليها، سجادة من حرير وهجلس عليها، أو إن أنا أجعله هكذا في الحائط وأستند إليه، يعني أجعل الحائط ده عليه مثلا قماشة، أو أجعل عليه قطعة حرير ثم بعد ذلك أستند إليها، هذا أيضا حرام لأنه استعمال. أو إن أنا هعمل لحاف وأنا رجل من حرير، وعند البرد أتدفأ به، حرام. أو إن أنا سأجعل هذا الحائط وأغطيه بثوب حرير، حرام. أو إن أنا أعمل خيمة من حرير وأدخل الخيمة، حرام. انتوا كل حاجة حرام، ماشي، مفيش مانع، مفيش حاجة حلال عندكم يعني، امال خليتوا ايه للسلفيين؟ حتى قالوا ان لو الانسان هو وزوجته عملوا، عارفين الناموسية دي شكلها ايه؟ سرير كده وله اربع اركان، اربع عواميد، والاربع عواميد دولت وضع عليهم ثوب حرير حتى لا يدخل له الذباب، دي بنسميها في مصر ايه؟ ناموسية، عارفينها؟ صورتها ايه؟ سرير له اربع قوائم، عارفين السرير ولا ما تعرفوهوش؟ يعني عرفنا الناموسية شكلها ايه؟ حتى ولو دخل في الناموسية هو وزوجته حرم عليه لا على زوجته. طب افرض ان مثلا يعني الكلام ده موجود في الكتب، إن زوجته كانت مرتدية ثوب حرير واسع جدا فدخل معها في الثوب، حرام عليه ذلك. طيب كل هذا نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الاستعمال. وكذلك قالوا يحرم عليه أن يأتي بثوب حرير ويكتب عليه صداق زوجته، صداق زوجتي مكتوب عليه كده، هو ثوب حرير ويكتب عليه صداق زوجتي 50,000 رنجت، حرم عليه هذا. يحرم كذلك أن يأتي بثوب الحرير ويرسم عليه، لأن كل وينقش عليه. طب هل يجوز ستر الكعبة به؟ قالوا يجوز ستر الكعبة به تعظيما لشأنها وتمجيدا لمقامها، ولأنها مش من الرجال حتى نحرم عليها ذلك. وكذلك قبور الأنبياء يجوز عندنا أن تستر قبورهم بالحرير إن خلا عن النقد. يعني يا مولانا يعني نأتي بالحرير ونغطي به مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أننا لا نجعل على هذا الحرير قطع من الذهب والفضة،
وبعضهم قال ويجوز كذلك أن تغطى قبور الأولياء كمقام ستنا كده زينب، نأتي بالحرير ونغطي به الضريح، ولكن ينبغي ألا نضع على هذا الحرير قطع من الذهب أو الفضة، يعني تعظيما لشأن الأولياء والأنبياء والكعبة. طب لو أنا عندي سيارة وهعمل لها على سبيل المثال، هعمل لها ثوب حرير، يجوز أم لا؟ قالوا يجوز بالنسبة للسيارة، لأن أنت عامل لها ثوب حرير يعني عامل لها غطاء حرير لتنتفع به السيارة، بخلاف الدابة قديما إن هو يأتي بحصان يأتي بفرس ويجعل عليه ثوب حرير. قالوا ده يبقى أنت بتزين كده الفرس، الفرس مش هينتفع بيه. لكن السيارة الآن في عصرنا إذا جعل لها يعني غطاء حرير حتى يقيها من التراب ويقيها من يعني اختلاط الناس بها، حد يجرح حاله بمسمار بحديدة، قالوا يجوز لأنها لمجرد الانتفاع. أما الدواب قديما لا، ده لمجرد الزينة، وهناك فرق بين هذا وذاك. السيارة في عصرنا يجعل لها غطاء تنتفع به السيارة، وأما غطاء الدواب قديما مش هتنتفع به، فيبقى الحرير عليها لمجرد الزينة ولذلك حرموه. طب وهل يجوز للصبي الصغير والمجنون أن يلبسه الولي الحرير؟ قالوا نعم، لأنه ينتفع به ولم يكن لبسه له لمجرد التزين. طب كيس المصحف، هل أنا عندي مصحف وعمل له كيس حرير؟ قالوا فيه خلاف، فهناك من أصحابنا الشافعية من منع وقال لا يجوز أن يجعل كيس المصحف من الحرير، وهناك من أجاز، وهذا القول بالجواز هو المعتمد عند أصحابنا. طب بالنسبة بقى للسبحة، عارفين السبحة؟ أهي الخيط بتاعها ده من حرير، فهل يجوز ولا لا؟ بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز، والمعتمد يعني التفصيل. طيب وهناك أشياء أخرى مستثنات، ومنها تكة اللباس. عارفين تكة اللباس؟ ما عرفوش بس ما لبسوش لباس. عارف تكة اللباس يعني انت عارف اللبس الداخلي ده بيبقى ليه عبارة عن أستك، هذا الأستك يجوز أن يكون من حرير الايه؟ يعني كهزام، هزام ممكن نقول عليه هزام. قال ومنها تكة اللباس، فيجوز ان هي تجعل من حرير لأنها مخفية ولأنها ليس المراد بها الزينة. طب الطربوش، الطربوش ده كانوا بيعملوا له شراشيب، شراشيب يعني مثل هذه كده تتحط كده في الطربوش الأزهري، ها فكانوا بيعملوها من حرير وإلى الآن أيضا من حرير، وزر العمامة عندي أعتقد أنه من حرير، فهل يجوز أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، والمعتمد المنع، ولكن إذا عمت به البلوى وصار منتشر وشائع وذائع فإنه يجوز تقليد من قال بأنه جائز خروجا من الإثم. ليه؟ لأنه منتشر ولأن الناس عليه، كل محلات الطرابيش بتجعل الزر
اللي هو الشرشيب اللي طالعه دي بتجعله من حرير. خلاص خذ برأي من أجاز خروجا من الإثم. طب افرض إن هو عنده أقمشة حرير، عمل جلابية من حرير بس ما بيلبسهاش، ده هو شايلها في الدولاب للزين، يجوز أم لا؟ قالوا يحرم عليه أن يتخذ ثوب الحرير كما يحرم عليه أن يتخذ إناء الذهب والفضة. لماذا؟ قالوا لأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال. أنت شايلها في الدولاب يعني حطيتها واضعها في الدولاب، عارفين الدولاب؟ ومغلق الدولاب، لكن في يوم من الأيام ممكن كل شوية نفسك تدعوك، طب جرب الحرير، طب البسها كده وشوف نفسك في المراية، طب بص يعني جرب يمكن تشوف الملبس شكله إيه. ولذلك الاتخاذ يجر إلى الاستعمال، ومن أجل ذلك منع الشرع الاتخاذ. قالوا الحرير، ثوب الحرير، الحرير أعم من القز ومن الإبريز، لأن القز ما أخرجته الدودة وقطعته وخرجت منه حية. هو الحرير ده بيطلع منين يا أولاد؟ الدودة. زي العسل بيطلع منين؟ النحلة بتتغوطه وانت بتاكله، ها؟ بالظبط. ما بتاكلش عسل؟ ده جميل حتى لو بالنحلة نفسها. ولكن هنا الدودة أيضا تخرجه، فإذا قطعته وخرجت منه حية سمي قزا. وإن ماتت الدودة داخل هذا الخيوط الحريرية سمي إبريسم. والإبريسم ده لونه يعني قريب من التراب، يعني كمد زي التراب كده غامق. قال الحرير. طب وينفع بقى يلبس ثوب صوف ومعمول من الشعر حتى وإن كان الثوب غالي الثمن؟ نعم، لأن النهي إنما ورد في الحرير فيقتصر فيه على ما ورد فيه النهي، فيجوز له أن يتخذ ثوبا من صوف وثوبا من شعر وثوبا من قطن وهكذا، حتى وإن كان الثوب الذي سوف يتخذه من القطن أو الصوف أو الشعر أغلى وأعلى ثمنا من الحرير، لأن القضية كلها وقوف مع النص، القضية كلها اختبار، القضية كلها أن الشرع يضعك أمام امتحان، هل ستقبل بحكم الله وترضى بما أوجب الله عليك وما حرم عليك أم لا؟ ده التكاليف ابتلاء. وقالوا أيضا يحرم عليه لبس المزعفر. المزعفر ده عبارة عن قماش مسبوغ بالزعفر، سواء صبغ القماش كله أو صبغ بعضه، كان كل الثوب مسبوغ بالزعفران قالوا حرام، أو بعضه مسبوغ بالزعفران حرام أيضا لنهي ورد فيه. لكن لهم قيود في هذا نعلمها في المطولات. ويكره الثوب المسبوغ بالمعصفر، المعصفر ده العصفر يعني، حضرتك كده لو دخلت على النت قول الثوب المزعفر هيطلع لك الثوب المزعفر بلونه، قول الثوب المعصفر اللي هو المسبوغ بالعصفر. وأما سائر المصبوغات وسائر أنواع السبغات الأخرى فقالوا إنها ليست مكروهة ولا حرام، سواء صبغ بالأحمر صبغ بالأصفر صبغ بالأزرق،
سبق بأي لون. وقالوا أيضا في هذا، وده علم احنا ما بنجريش بس كويس يعني، ويحرم لبسه الثوب النجس أو المتنجس. يعني نجس يعني ثوب معمول من جلد ميتة لم يدبغ، لأنه نجس العين، أو متنجس وقع عليه بول طفل ولم يغسل. وألبسه وأنا بطوف حوالين الكعبة، حرام. أو هلبسه وأنا بصلي، حرام. أو هلبسه وأدخل به المسجد، حرام. أو إن أنا يعني هلبسه في غير صلاة ومش أخش به المسجد، قالوا مش حرام. طب افرض ان انا هلبس مطلقا جلد كلب او جلد خنزير في صلاة او في غير صلاة، قالوا محرم لان شأنه التغليظ، فلا يجوز مطلقا في كل الاحوال الا في حالة الضرورة ان تلبس ثوبا مصنوع من جلد كلب او جلد خنزير، ولا يجوز لك ان تجلس عليه، ولا يجوز لك أن تتغطى به، ولا يجوز لك أن تتتثر به إلا ساعة الضرورة، لم تجد غير هذا الثوب فيجوز لك للضرورة. ومما ذكروه أيضا هنا في الملبوسات أنه يحرم عليه أن ينجس بدنه لغير غرض، ما يجيبش كده الدم مثلا على سبيل المثال وينجس بدنه به كما تفعل الشيعة في الأربعينيات، يقطع نفسه كده اهو ويلوث نفسه بدم، ده حرام، لأن تضمخ الإنسان وتضمه تغطية بدنه بالنجاسة حرام. لأنه إيه الغرض من هذا؟ إيه الغرض الشرعي الذي يجيز لك أن تفعل هذا؟ إلا أن يكون له غرض، إنه هو مثلا يعني بيعمل عمليات وطبيب، فبيقتضي ان هو يمسك الدم من هنا ويفتح الداخل ويتعامل مع مثل هذه الحالة، ده للضرورة، وللضرورة احكام خاصة. قال رضي الله عنه واتختموا بالذهب، اي وكذلك يحرم ان يتختم الانسان بالذهب، بخلاف ما اذا اتخذ انفا من ذهب فيجوز، لقصة عرفجة أنه لما اتخذ أنفا من ورق أنتنت، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذها من ذهب. وكذلك يجوز أن يتخذ أنملة من ذهب أو سن من ذهب، كل ذلك من يعني المعفوات، فإنه لا يحرم عليه في هذه الحالة قياسا على ما ورد في عرفجة. وخرج بحرمة التختم بالذهب، يعني أن يجعل الرجل له خاتما من ذهب، حرام. يبقى الدبلة اللي بيلبسها الراجل، عندنا حاجة اسمها الدبلة بيلبسها الراجل عند ما يخطب امرأة أو يعقد عليها وتكون من ذهب، لا حرام، عند الشافعية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. عندكم في ماليزيا هذا؟ لكن عندنا في مصر يوم ما يخطب الرجل المرأة ويجيب لها عبارة عن ذهب، يقوم جايب لنفسه دبلة من ذهب، عند الشافعية حرام. وما اللي يعمل ايه؟ قال والله بعض العلماء اجاز له ان هو يتخذها من فضة، اما انا الحمد لله لا احب لبسها مطلقا، ولا احب ان البس لساعة ولا اي حاجة لانها قيود وانا اكره القيود. وخرج بالذهب الفضة فإنه يجوز التختم بها للرجل، يعني يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة، بل يسن له أن يتخذ خاتما من فضة بشرط أن لا يكون ذلك الخاتم فيه إسراف، وقيد الإسراف وضابط الإسراف هو العرف،
فما قضى العرف فيه بأنه إسراف فهو إسراف وحرام، وما قضى العرف فيه بأنه ليس بإسراف فهو ليس بحرام. طيب، وهذا يختلف بالنسبة للناس باختلاف الأشخاص واختلاف العادات واختلاف البلدان. ممكن يبقى شخص ملياردير تكون عادة أمثاله إنه هو يلبس بوزن معين، وممكن يبقى شخص صعلوق عادته إنه هو يلبس حاجة 5-6 جرام على قلبه وهكذا. ولا يكره لبسه، والأفضل بالنسبة للخاتم الذي أجيز للرجل، قالوا والأفضل أن يجعله في اليد اليمنى هذه اليد، ويلبسه في الخنصر، أهو في الخنصر هنا، ويكون فصه من داخل الكف، من داخل هنا، من داخل الكف. ولا يكره له أن يلبس خاتم من الرصاص والنحاس والحديد والألماظ والأحجار الكريمة على الأصح. ثم قالوا ويجوز تحلية المصحف بالفضة، يعني يكون عندي مصحف وأحليه بالفضة، أحط عليه كده فضة من فوق وقطع وهكذا، سواء كان الذي يفعل ذلك الرجل أو كان الذي يفعل ذلك المرأة. وأما بالنسبة للمرأة فيجوز لها أن تحلي مصحفها بالذهب، لأنه يجوز لها أن تتحلى بالذهب، بخلاف التمويه. التمويه إن هو يطلي المصحف، التحلية أن يضع عليه قطع، قطع من الفضة أو أن يضع عليه قطع من الذهب. فإن كان ذلك في الرجل فيجوز في الفضة، والمرأة كذلك يجوز أن تحلي مصحفها بالفضة، وإن كانت امرأة وعندها مصحف يجوز لها أن تحليه بالذهب، تضع قطع كده من الذهب على المصحف تحلية وتزيينا للمصحف، لأن الذهب أمام كلام الله سبحانه وتعالى لا شيء. ولا يجوز التمويه، يعني إيه التمويه؟ يعني إن هي تطلي المصحف بالذهب أو تطلي المصحف بالفضة، لأن الطلاء إضاعة مال. إيه الفرق ما بين الطلاء والتحلية؟ تحلية قطع موضوعة ممكن إن أنا يعني آخذها في أي وقت فلا تضيع ماليتها، وأما التمويه لا، ده التمويه طلاء، يعني بيبقى بلون وأطليه لون آخر، كمثل هذا اللون ممكن إن إحنا نزيله ونلون مثلا لون آخر، سن فيل، أو نلون، ما هو ده سن فيل، نلونه مثلا لون آخر أحمر أخضر وهكذا. قال ويجوز كتابة المصحف بالذهب، يعني نكتب المصحف بماء الذهب رفعة لشأنه ولمقامه، سواء كان للرجال أو كان للنساء، على يعني المعتمد في المذاهب الفقهية. طيب، قال والقز، القز عندنا، لا القز مش في المد. ويحل للنساء لبس الحريري وافتراشه، لا ويحل للنساء، وسكت، ده متن أبي شجاع، يعني يحل للنساء لبس الحرير ويحل للنساء افتراش الحرير، ويحل للولي أن يلبس الصغير الحرير سواء كان الصغير قبل 7 سنين أو بعد 7 سنين، ويحل للنساء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. هذان يشير إلى أنه أخذ بقطعة يعني ذهب وأخذ بقطعة حرير، جعل هذه في يدي وهذه في يدي، وقال هذان يعني ما في اليد الشريفة حرام على ذكور أمتي. إيه اللي حرام؟ الحرير
ولا استعمال الحرير؟ قالوا لا، استعمال الحرير. أما الحرير ده ذات، والذات لا يتوجه إليها حل ولا حرمة، وإنما يتوجه إلى الاستعمال المتعلق بالذات. فعندما يقول هذان حرام ويشير إلى جسم وإلى ذات، يكون على تقدير أن استعمال هذا حرام وأن استعمال هذا حرام، لأن الحل والحرمة حكمان شرعيان لا يتعلقان إلا بالأفعال ولا يتعلقان بالذوات. فلما يقول لك الخمرة حرام، ذاتها ولا شربها ولا حملها ولا بيعها ولا شراها، يبقى في الكلام تقدير. ومثال ويحل للنساء لبس الحرير، وكذلك يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب وأن تتختم كذلك بالفضة، ولكن بشرط أن لا يكون تختمها بالذهب وبالفضة مسرفا، يعني وصل إلى حد الإسراف. لو وصل إلى حد الإسراف سيحرم لكونه إسرافا، لا لكونه حرام على المرأة، لا، ده لكونه فيه إسراف، لا لذات كونه استعمال للذهب والفضة. وكذلك يحل لها افتراش الحرير والجلوس عليه والتدثر به، حيث لم يكن مزركشا بالذهب والفضة. ويحل للولي كما يقول أصحابنا أن يلبس الصبي والمجنون الحرير والذهب والفضة، لأنه ملوش يعني مروءة وشهامة تعارض لبس الذهب والفضة، فيجوز للولي أن يلبس الصغير الذهب وأن يلبس الصغير الفضة وأن يلبس الصغير الحلي، وكذلك يجوز للولي أن يلبس المجنون الذهب والفضة والحرير. لماذا؟ لأن المجنون والصبي ليس لهما شهامة وقوة تتعارض مع لبس هذه الأشياء. وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، يعني الذهب القليل والكثير في حق الرجل حرام استعماله، ولا نفرق بين الكثير وبين القليل، الجميع حرام على الرجال إلا ما استثني في حق الرجل، فيما إذا اتخذ أنفا من ذهب، اتخذ سنا من ذهب، اتخذ أنملة من ذهب، وهكذا. ويحرم كذلك على النساء الذهب في غير الحلي، وكذلك الفضة في غير الحلي. أما التحلي بالنسبة للمرأة بالذهب والفضة، يعني تجعله مثلا خاتم، تجعله مثلا حلق، تجعله مثلا غويشة، تجعله يعني طوق، يعني طوقا يجعله في الرقبة، هذا كله من باب التحلي، والتحلي لها جائز ما لم يصل إلى حد الإسراف. إذا كان وإذا كان، وهذه آخر مسألة، وإذا كان بعض الثوب إبريسم، يعني نوع من أنواع الحرير، وهو ما ماتت فيه الدودة، والقز ما قطعته الدودة وخرجت حية، والحرير يعم كل هذه الأنواع، ماتت الدودة فيه، خرجت الدودة منه، الدودة ركبت الطيارة وسفرت وزابت الحرير، هو كله حرير. والإبريسم نوع من أنواع الحرير. إذا كان بعض الثوب إبريسم وبعضه قطن، أو بعض إبريسم وبعض كتان، جاز للرجل لبسه بشرط ألا يكون الإبريسم
أغلب من القطن أو الكتان. يعني كان 50% و50% حارب. يبقى لا، هنا مع الأغلبية وكذلك مع المساواة، مع الأغلبية والمساواة. أما إذا كان قليل، يعني كان مثلا الحرير 49% وكان الكتان وكان القطن 51%، يبقى حلال، لأنه ما يعني في هذه الحالة يغلب الحلال على غيره، ولأنه مع الأغلبية يطلق الاسم على الأغلب، يقول لك ده ثوب كتان، أغلبه كتان، أغلبه قطن، ما بيقولش ثوب حرير. أما لو كان 51 حرير و49% كتان أو قطن، قالوا لا حرام. يبقى إذا كان الحرير هو الثوب كله من حرير حرام، وإذا كان أغلبه حرير حرام، وإذا كان على الاستواء حرام، وإذا كان أقل الحرير أقل فإنه يجوز. طب والوزن، يعني ال 49 دي من جهة إيه؟ من جهة الوزن. يعني افرض إن الثوب وزنه مثلا 1000 جرام، منه 501 حرير، وزنه 501 جرام حرير و499 قطن أو كتان حرام. طب 500 جرام حرير و500 جرام كتان حرام. طب 499 حرير و501 كتان حلال، وهكذا. طيب خلصنا من الحدوتة دي كلها. لا، ده بيقول كمان هنا فإن كان غير الإبراز غالبا حلا، وكذا إن استوي في الأصح. لا، مع الاستواء يكون يعني 50% و50% في خلاف. الأصح بيقول حلال، مقابل الأصح بيقول حرام. طيب انتهينا من هذا، وإن شاء الله المحاضرة القادمة نقرأ فيها صلاة الجنازة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر ذنبنا، وأن لا يفتننا عن ديننا بأي فتنة عمياء صماء، وأن يحفظ علينا قلوبنا، وأن يفهمنا ويعلمنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة له سبحانه وتعالى.